إن شاء الله العزيمة تكون بخير. يوم الجمعة راني هنا ما بين سينيا، مدينة سينيا ومسركين، هنا منطقة المزارع الفلاية. وعجبتني اليوم صوت الطبيعة، راح حاضر غير صوت الطبيعة، كاين الديك، كاين الريح، كاين صوت الأشجار، ما شاء الله، عصافير، زوج، وزيد الطبيعة اللي تريع عينيك فيها. هذه البلاصة سموها فيرما تاع آن ماري وقت الاستعمار كورون، كانت قاع فيرما كبيرة. يجوا أصحاب الأرض الأصليين اللي هم الجزائريين، كل واحد دا طرف، تشوف الحدود بين الأرض والأرض، كاين أشجار، كاين يدير أشجار، كاين يدير هذا السياج من الجيرين تاع الخل، كاين أنواع من الأشجار كيما هذا الصنوبر، هذاك اللي هي الكبيرة هذه تاع الخروب، شجر الخروب. بزاف الاشجار معظمها تاع الكورون، هنا كاين الزيتون كثريه يغرسوا الزيتون، هذا شجر الزيتون. كاين القصب، القصب كثريه، القصب يديروا كحواجز، حواجز وحدود للارض، كل واحد الارض تاعها. هنا وحدة من المزارع، راه كاين البط، الدجاج، الديك، الأشجار، كاين الليم، كاين الكرمة، الزيتون، كاين الرمان. الله يبارك. تسمع للطبيعة تريح من راسك. اليوم جو معتدل، ما بارد ما حميم، جو مليح ينشط. بلاستيكية فيها الغلة اللي ماشي في وقتها، كيما الطماطم تجي في البيوت البلاستيكية في المشتى في وقت الشتاء، على قطع من الغلة. الحارس الأمين تاع القطيع. شجر الخروب اللي قلت لكم عليه، هاد الشجرة هادي والله أعلم السن تاعها أكثر من 80 سنة. عملية الصبر لازم، لأن الله يطيح غير واحد هاريت هذه
هذا البيت كان مخصص للأحصينة، الأحصينة كانت بات هنا، وفوقه كاين هذاك شاطو ضو خزان الماء هذاك من الإسمنت. الآن راني فوق بيت الأحصينة. هذاك بئر، بئر مغطى، لا أعلم لو راهم يستعملوه ولا كاين هادو كاين واحد. هذاك مكان مخصص للأغنام. ذيك هي دارهم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا المناظر الشابة، الطبيعة تهدر. اشتبانا بهذه الطبيعة هذه المليحة فيها كل شيء. والسلام عليكم.